موضوع الاعلام بواقع ان انت فتحته يا استاذ نادر. النهارده كان في تقرير عن اسامه هيكل. طبعا بص، هو انا هو اسامه هيكل اتقرض فتحته ده من زمان، ده مش اتقرض فتحته، ده تقريبا بعد قرايه الفاتحه ده هم بيحضروا كتاب بيحضروا دخلته. دول دخلته خرجته قصدي. لا دخلته. اسامه هيكل ويمكن الناس هتستغرب لما تسمعني بقول ان انا متعاطف معاه، متعاطف فعلا مع اسامه هيكل، وصعبان عليا اسامه هيكل، لان اسامه هيكل حاول يقدم خلال الشهور اللي فاتت كل يعني الكرابين وكل ادوات الولاء وادوات يعني الانصياع لنظام عبد الفتاح السيسي، لكن غلطة واحدة عملها أسامة هيكل قبل كده، قرروا يذبحوه على البارد. عارف لما كان السيسي بيفحط القناة على أو بيحفر القناة على البارد، أهو أسامة هيكل دلوقتي بيتم ذبحه على البارد. في الإعلام بينذبح وبيشتموه وبيتطاولوا عليه، في البرلمان بيجيبوه يهزقوه ويمسحوا بكرامته الأرض. اللجان الإلكترونية 24 ساعة ما عندهاش سيرة إلا وزير الدولة للإعلام، الوزير الفاشل اللي اسمه أسامة هيكل. على الرغم اللي عمله أسامة هيكل، أسامة هيكل حاول يحول الإعلام لمجرد أداة في إيد العسكر، أسامة هيكل كان بينفذ أي قرار يجيله من أمن الدولة أو من المخابرات أو من عباس كامل بالتليفون، لكن ما شفعلهوش كل ده. الغلطة كانت بفورة، أسامة هيكل طلع قبل كام شهر أو قبل سنة تقريبا انتقد الإعلام وقال محدش بيتفرج علينا والناس بتتفرج على قنوات الخارج. أعتقد خدوا الحماس شوية وقتها، لكن كشف وفضح المسطور، ومن ساعتها أسامة هيكل مقرية فتحته زي ما قال نادر، جابوه قبل على مدار الاسبوع تقريبا بيجيبوه كل يوم. هم البرلمان ما شاء الله شغالين عليه، بيتسلوا عليه، جابوا يعني. لما تقارن كده ما بين طريقه التعامل مع اسامه هيكل ومع كمال الوزير او كامل الوزير، رغم ان كامل الوزير ده عنده ناس بتموت وناس بتقتل، لازم كل شويه اقول لك انت عندك، لا ما ينفعش تقارن، ما ينفعش تقارن. اسامه هيكل على الاقل اسامه هيكل ما عندوش حد بيموت. لا اسامه هيكل مدني. اه ده كامل الوزير يا عم، تتكلم على كامل الوزير. خليني، انت تقصد الخلفيه يعني الخلفيه العسكريه. ما هو كان خلفيه عسكريه مش حاجه تانيه.